شرف لنا الله. يعني بداياتي كانت كلها تطوع من يوم انا صغير، لكن هو اللي وصلنا لهالمرحله. يعني فوجه رساله للناس ان ممكن في البدايه تقول لا والله ابغى فلوس، ابغى اكسب، ابغى ما ادري ايش، لكن في البدايه لازم تتعب تطوع عشان تاخذ خبره. صح، لاني لما اجيبك انا باي مكان تبي تقول لي والله تكلم لي عن الشيء الفلاني، اذا جينا بالجانب التدريب يحتاج خبرات تدريب، اذا جينا على جوانب اخرى بدخل وظيفه، تسمعون دائما بالوظائف ايش يقولون؟ اعطنا خبره، جيب لنا خبره. طب المتطوع منين يجيب خبره؟ من الشغل يشتغله، من الشغل. نرجع للجانب التنمية، او ما قلناه بعد، لجان التنمية عندنا في السعودية قرابة 400 وتزيد لجان، بعضنا ما يعرفها اسمها لجان تنمية، 400 وتزيد على مستوى المملكة. الرياض الحالة فيها حول 22 لجنة تنمية، كل لجنة عندها قسم اسمه تطوع، شغالين بس يقول لك تعال تطوع، عندنا نظامي كل شيء من جدول، بس انت تطوع، بس تعال تكفى، ما ابي اي جهد منك، بس اشتغل معه تحرك. الهلال الاحمر عندهم قسم اسمه التطوع، الدفاع المدني عندهم. في بعض الجهات يكون محدود التطوع بسبب يكون له اشكاليات، في التطوع بالحج، في التطوع برمضان، كل هذه موجوده عندنا. سبب ان حصرنا المملكه العربيه السعوديه عندنا حصر التطوع باشياء معينه، كل ما تسال احد، سوينا دراسه قبل، كل ما نسال احد وش التطوع، انحصرت توزيع وجبات، افطار صايم، شيء خيري بحت. لكن في شيء اسمه تطوع المحترفين. محترفين جميل. وش توقع لما اقول لك واحد تطوع محترفين ايش يعني؟ والله ودي نعرف. تطوع محترفين مثلا انا متخصص في تدريب، اداره التدريب، اقسام التدريب. لما تجي جمعيه خيريه او جهه خيريه وتقول لك تعال احنا ما نقدر ندرب او ما عندنا قسم تدريب، نبغى ننشئ قسم تدريب، حلو، بدل ما تنه تروح لشركه متخصصه وتجيبه، شو نسوي؟ تجيب هذا المتطوع بدل ما يروح يتطوع. مثلا لو جبنا اي شخص محترف في التسويق مثلا بالماركتنج، وجاء المسوق هذا وكل ما راح الجهه الشركات هذه مبلغه عالي، وتعرفون التسويق اصعب شيء، او 70% من نجاح الشركات تسويق. لو جينا الجهه قلنا لكم يجيكم مسوق محترف من شركتنا متطوع، ما راح ياخذ ولا هلله، تلقاهم بيستنسون بيفرحون. لكن هو ايش سوى؟ هو تطوع بمجال محترف فيه، يعني تطوع بالمجال اللي هو يشتغل فيه، بس هذا يسمونه تطوع محترفين. انشأت مبادرة هارون بدعم مؤسسة الراجحة الخيرية، قبل فترة دشرها وزير الشؤون الاجتماعية، مبادرة كلها اجي لاشخاص محترفين بمجال معين، شو يسوي لهم؟ دعم، خليهم يجون هالشخص انت محترف بالشركة الفلانية، دعم فني في قسم الالكترونيات، بدل الجهات الخيرية أو الأشخاص الناس بدل ما إنه يدفع مبالغ هائلة، أنا أجيب لك هذا مجاني. طيب لو جينا للشركات الناشئة، الشباب، نسمع دائما بخدمتهم، دائما نبغى الشباب يطلع، نبغى ينشئ شركات، اللي هم المسؤول ريادة الأعمال. طيب لو قلنا للشاب إحنا هالجهة تبي تتكفل في شخص من عندها هو اللي يعطيك خطة التسويق كامل، جاء خبير ثاني قال أنا أعطيك خطة الاستراتيجية كامل، جاك الثاني قال أنا أعطيك خطة تشغيليه كامل، يعني سوى لك مشروع كامل، هذا سوى لك المشروع كله وقال لك على طبق من ذهب، يا سلام، خذه، يا سلام. فهذه هي الجوانب المهمه بشكل جدا عالي في لما يكون الشخص متطوع بشكل احترافي، هنا يكون له فائده جدا عاليه. اسال سؤال، كيف اكون متطوع؟ تطلع لاي جهه متخصصه، مثلا نعطيك الان بعض الجهات الان الموجوده لجان التنميه، تطلع قسم التطوع عندهم تقول انا بتطوع في هالجانب. بعض الجهات الاخرى تقول والله انا بتطوع في جانب معين، تقول والله انا متخصص بالطبي، تطلع الى وقت الحج تلقى متطوعين باعداد كبيره، في وقت العمره. هنا عندنا لو جينا التطوع انواع، في انواع منها تطوع اوقات الكوارث، تشوفون الشباب عندنا جت السيول في سير، تلقاهم بس يدور على احد ينقذ، مره يطب علامه ما هو بناظر، هذه من نوع التطوع، لكن هذا تطوع كوارث. في تطوع اخر ايش؟ اللي اونلاين، انت محترف مثلا في لغه تقدر تدرب الناس وتعلمهم، ما يحتاج انك صح اونلاين، صح. اذا انت تقول لا انا ابغى شيء ما جربته، ماك تحب السفر مع اهلك؟ ايه طيب، بتسافر مع اهلك تطوع، تروح لاحد الدول الناميه افريقيا، تطوع لك باحد الدول هذه لك اسبوعين ثلاثه تجي،
انا الحمد لله مرت من الشباب تطوعت صرت اعلمهم. يا سلام إيه؟ هذه خطوه ايجابيه. فبعض الدول الناميه هذا يعتبر من التطوع بالدول الناميه اللي تطلع تعليم تدريب. عندك اللي هو بعض الدول اللي تكون عندها فقر الماء تبدا ينشا فيها جهات، في عندهم ناس متخصصين. لو تكتب بس بالنت الامم المتحده فيها برامج متطوعه جدا عاليه. يعني تطوع جميع دول العالم صحيح موجود موجود، وتلقى كل في كل مكان من الدول هذا لهم تطوع خاص. هل في دراسات؟ هل يعني في دراسات اكيد بتطوع بكل دوله صح ولا لا؟ عندك يا طول العمر والسلامه زي ما قلنا بالبدايه الدراسات اللي وجدت ببريطانيا وكم متوفر عليهم. لو رجعنا لدوله اخرى ثانيه اللي هي امريكا، كم تتوقع عدد الجمعيات فيها؟ الجمعيات اي الجمعيات التطوعيه جمعيات خيريه يسمونها، خلينا نقول بقى نقول تطوعيه، جمعيات خدمه المجتمع، تخدم المجتمع ايا كان معاقين او ذوي احتياجات خاصه. اتوقع كثير اكثر من 2 مليون جمعيه على مستوى العالم. طيب لو جينا السعوديه كم فيها؟ السعوديه جمعيات كم تتوقع؟ والله عندنا جمعيات لكن مو بالعدد 2 مليون هذا، اتوقع اكثر منه. احنا كلنا 20 مليون انت تتكلم عن اشخاص؟ انا لا جمعيات. كم جمعيات تتوقع عددها؟ انا اتوقع 10,000 جمعيه. لا 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 لا, لا اقل. احنا قرابه 1200 جمعيه. هذه الجمعيات بازدياد الان الوزاره سوت تقدر تتجمعون 10 شباب تنشئون مجلس اداره بشكل احترافي، يعني مو بالمعنى ذا، بشكل جدا قوي بجمعيه متخصصه في مجال. سابقا الجمعيه صعب انك تنشئها متعبه، الان وش تصير؟ كل سهوله كل سهوله تقدر تنشئ. بس عطنا من وقتك وتعال واحضر وخلنا ندرس ونشتغل صح. سوينا جمعيه رسميه وسوينا يمكن افضل من غيرنا، بس مسوين مكان ومسوين احنا يعني شبابنا ما ينقصهم شيء، افتح لهم مجال. بس بالاونه الاخيره شوف الفرقه التطوعيه عندنا بشكل كبير جدا. فريق بالجهه الفلانيه وفريق بالجهه الفلانيه، يعني انا انشات او كنت من المنشئين تقريبا 3 افرقه تطوعيه. عندك فريق غوث الانقاذ معروف، كنا من بدايات الفريق. فريق غوث متخصص بايش؟ بالانقاذ. انقاذ. فاحيي من المنبر، انا تارك الفريق يمكن لي 3 سنوات بسبب ضغط العمل، لكن احيي من المنبر وصل اعدادهم اللي وصلن فوق ال 400 حتى وصل دول الخليج. ما شاء الله. كم بدا على ايش؟ بدا على 5. يا سلام. ما شاء الله. الان انشئ جمعيه خيريه. بدايته صعبة الآن صارت سهلة ودعم. أنشأ فريق IMS الطبي صار في تخصصات. فميزة أنه لما الأفرقة والشباب يدخلون تخصص القصيم. لا لا هنا في الرياض. أنشأ هنا في الرياض. جميل. فميزة الفرقة التطوعية لما تنشأ دائما لما يجي استشارات عن التطوع، خصوصا تجي استشارات دائما عن خاصة في فريق مميز جدا بالحفلات بالمناسبات الكبيرة زي مثلا معرض الكتاب أو غيرها من المناسبات الكبيرة، متطوعين متخصصين بهالجانب اسمه فريق انجاز بلا حدود. هذا متطوعين وشغالين بايش؟ بهالجانب. فهذه تعطيك يعني دافع قوي. فدائما اقول نهايه هاللقاء اقول دائما الشباب طاقه، الشباب قوه، الشباب يعني وسيله لهالمجتمع. ترى مفهوم اتوقع مفهوم التطوع عندنا خيري، تطوع خيري وخلاص. نبي نبذه عن التطوع. وش شلون تبدا؟ شفت المذاهب عندنا الدينيه؟ ايه نفسه التطوع. في ناس يقول لك التطوع هو اللي يروح بدون ما ياخذ ولا مقابل. في ناس يقول لك على العكس، ممكن يجيك واحد قيمته السوقيه او موظف قيمته مثلا راتبه 100,000 يجيك يقول لك انا باخذ منكم 10,000 ريال بس. بعضهم يقول لك لا انا بنشئ لك هالكيان كله باخذ تكلفه. هذا كله تطوع، انا انهيت وقتي وجهدي وتعبي ولا اخذت مقابل، هذا تطوع. تطوع انواع، في بالمال، في انسان يقول لك انا والله ما عندي وقت، انا عندي شغله وبعطيكم فلوس. في انسان يقول لك لا انا عندي وقت. انا مستعد اشتغل. ايه دربون بس واطلقونا على الناس. دايم حنا الثالث. اسلام وش هو الثالث؟ هو الاهم التطوع اللي قلناه محترف اللي عنده مهارات بكسبونا الناس، هذا من الانواع القويه كذلك. طيب انا بعلمك، انت محترف مثلا بالدورات جميل وجالس ببيتكم بس تحتري احد يعطيك فلوس يقول لك تعال يلا اشتغل. طيب انت تقدر تطوع من خلال برامج على الانستغرام وسناب شات، تعطي دورات، تعطي تعطي تعطي، تفيد الناس، تتطوع هذا صح؟ صحيح. ما
ممكن يشاهدك شخص؟ ممكن يشاهد شخص ممكن آلاف. أيوة. لا ممكن شخص بعد يجي يقول تعال أنا أبى أسوي كذا 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 مقر وكذا خلاص أبدأ أشتغل. بدل ما تشتغل بالبرامج خلي الناس تحضر. أنت بديت الحين تشتغل على نفسك بديت تكسب فلوس. صح. إذا سويت مرة ومرتين يبدأ مجالك يتوسع. بديت تنعرف أكثر. صح. يعني لا تحاصر نفسك إذا صرت مميز بشيء تقول والله أعطيهم فلوس ولا ما أشتغل. هذه نقطة قوية جدا. يعني سابقا خاصة خبرتي بالجانب التدريب وإدارة التدريب، ويلاحظون كذلك اللي مثلا يتابع بالسناب يلاحظ أني دائما أتكلم عن البرامج اللي بنسويها أو جهاتنا الخيرية دائما اللي أشرف عليها أو تجينا أخبارها نتكلم عنها بشكل كبير عن برامجهم. فدائما يجينا أخبار عن برامج بعض المحاضرين خبراء لما تراسله تقول والله في جهة خيرية محتاجة منك ساعات يوم واحد، يقولك لا يا تدفع يا لا. البعض يبادر يقولك ما عندي مشكلة، وبالعكس معروف وأشخاص على الملأ معروفين يبادرون، فهنا تزيد وصولهم للمجتمع. يسوق لنفسه، هذا التسويق، تسويق غير مباشر. هذا تسويق غير مباشر خدم الناس. أيوة. لما أنا أصير محترف بشيء وأتكلم وأسوي قاعد أسوق لنفسي أصلا. أنا صحيح. يعني في بعض برنامج عندنا قادم إن شاء الله يمكن يستفيدون منه المجتمع بشكل جدا قوي، اللي هو ملتقى كن التدريبي. جميل. يكون إن شاء الله باثنين أبريل بالهجري أعتقد بستة وعشرين ستة، 26/6 تقريبا بهالحدود، لكن قرابة 20 يوم بيكون. وين؟ في مركز الملك العزيز التاريخي اللي وسط الرياض في المربع، في القاعة الكبرى تشيل فوق 600 شخص كله للرجال. الرجال في 12 محاضر من كبار المحاضرين على مستوى المملكة، منهم الدكتور فادي الفيد، ياسر الحزيمي، عدة محاضرين متخصصين في عدة مجالات. أهم شيء موجود أنت. أنا موجود بس. عليك. موجود في المجال. أنا راح ألقي تجربة في كل شخص متخصص في جانبه، راح يلقي في فرصة للشباب أنه يجي يسمع 12 شخص كل واحد خبرة في مجال، يعطيه دافع جدا قوي. كل واحد بيختصر لك خبرته في نص ساعة، يعني ما راح تتعب أنك تقولي بجلس 4 ساعات أتفرج، لا لا، هي نص ساعة بس. نص ساعة يطلع يجيك اللي بعده، نص ساعة يجيك. طيب يمكن يتخصص نص ساعة ما بعد تخلص هذا اللي عنده تبدأ اللي بعده مرة. هي مجرد زي ما تقول تشويقات لبرامج أخرى كبيرة راح تنطلق بإذن الله بشكل مستمر من لجنة التنمية بالسويدي أو غيرها من اللجان اللي تخدم في الرياض، يعني بشكل جدا قوي وبالمملكة. أستاذ محمد متفائل أنه التطوع إن شاء الله قادما بيكون إن شاء الله أفضل مما يكون. جدا. يعني الآن التطوع باستمرار باحتراف، يعني الآن أول التطوع نشوفه دائما بالشوارع، ناس تتطوع بشكل احتراف، الآن تلقاهم تلقى لهم لبس معين وكل ما لهم يزيدون. صح. طبقات الاحتراف كل مكان تنظيميا كل ممكن كل حفل أو كل مناسبة أو أي مكان تروح لازم تلقى لك 2-3 متطوعين. إذا سألته وش عندك هنا، والله أنا جاي معهم أساعدهم، يعتبر هذا تطوع. يعتبر تطوع. عائلتك ببيتك تعتبر تقدر تطوع يعني. أبو عبد الكريم أنت تسوي دورات بحساباتك؟ تسوي شيء؟ إيه. الحساب دائما أتكلم عن برامجنا وكذلك عن الأشياء اللي قدمها دائما في حسابي بسناب أكثر شيء أتكلم فيه، حسابي في تويتر أكثر شيء، وكلها موحدة. إحنا دائما ندعم الناس اللي تقدم فائدة للمجتمع. صحيح. الله يسعدك. تتكلم. ما نتابع واحد مغير يسولف يا فخر وسناء. ايه. فاهم. الله يهديك انت يا يعني احنا خير ومركب ان شاء الله. لا ترى مشكله، ترى هو مسوي مخفي. اي مشكله، هذا ما اشوفه انا. طيب يعني انت ممكن تقنعنا. انا الى الان ما اقتنعت التطوع انه بكل شيء. انا الى الان حاصل على الجمعيات ومن الجمعيات، يعني وشوله بالسعوديه ما شفت في شيء شفته بعيني. خلنا نقنعك، نحاول نقنعك. يأ. الآن التبسم في وقت أخيك في وجه أخيك صدقة، هذا وشو؟ تطوع. يا سلام. هذا أقنعن. هذا تطوع الحالة إني أنا أرسل سعادة على شخص، هذا تطوع. صحيح. الابتسامة. ابتسامة. يعني أنا شغل السناب الحين وابتسم، هذا إيش؟ مبين تشغل إذا طلعت. الله. صدقة، هذه تعتبر صدقة وسعادة للناس. جميل انك تختم بهالابتسامة الجميلة. الله يسعدك ان شاء الله. شكرا ابو فهد. اتمنى انه يكون الوقت اكثر من كذا. لكنه داهمنا الوقت والمخرج يقول الله يعطيه العافية. الله يعافيه. يعني ان شاء الله. ختم ونشكر على
شكرا استاذ محمد. قبل ما يقفل انا بخاطري شيء، ابي سنابك. لازم.